بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تدبر سورة الأنبياء عند آيات كونية عظيمة، آيات تأخذ بالإنسان في رحلة عبر ذلك الكتاب المنظور في الكون، تأخذه في رحلة تحدثه عن السماء والأرض، تلك الأرض التي يعيش عليها، تلك السماء التي ينظر إليها، آيات تأخذه فتخرجه من مرحلة الغفلة التي يعيشها الكثير من الناس. هذه الآيات العظيمة، الآيات الكونية المتمثلة في خلق الأرض والسماء والشمس والقمر والليل والنهار، آيات شغلت أذهان الكثير من العلماء عبر العصور المختلفة، حتى من عاش في فترات وفي عصور سابقة لعصور الكشوفات العلمية المعروفة. التفسير العلمي أو ما بات يعرف بالتفسير العلمي للقرآن قضية محل خلاف تناولها الكثير من العلماء، يصل ربما العهد بها حتى إلى عهد الغزالي رحمه الله في جواهر القرآن، حين بين وأكد أن هذه الآيات التي تتحدث عن خلق السماء والأرض آيات من الطبيعي جدا أن تجدها في كتاب الله عز وجل، ذاك أن هذا الكتاب الذي أنزله هو الذي خلق السماء والأرض، فمن الطبيعي أن تجد أن هذه الآيات لها مكان واضح في كتاب الله عز وجل. تناولها كذلك الفخر الرازي، تناولها الكثير من المعاصرين، ولكن ما ينبغي دوما أن يبقى في الأذهان أن هذا القرآن العظيم ليس كتاب كشوفات علمية ولا حتى حقائق علمية. صحيح أنه حوى هذه الحقائق العلمية، ولكن هذا لا يعني ولا يخرج هذا الكتاب العظيم عن المهمة العظيمة التي يقوم بها في حياة الفرد والمجتمع. هذه الحقائق العلمية الموجودة هي حقائق تنبه الإنسان على الغاية من وجوده على هذه الأرض. وذكرنا فيما ذكرنا أن من جملة المقاصد التي لأجلها نزلت مثل هذه الآيات العظيمة ناهيك عن التحدي والإعجاز الواضح فيها في كل عصر وزمن، إلا أنها كذلك في ذات الوقت تبين للمسلمين وللذين يؤمنون بهذا الكتاب أن ما سيأتي إليكم من فتوحات وكشوفات علمية وغير علمية تصلح بها حياتكم التي تعيشونها على هذه الأرض لا يمكن أن يكون لها حصر ولا عد. المسلمون خسروا كثيرا حين نحوا هذا الكتاب جانبا عن حياتهم وعلمهم وتعلمهم، ولذلك في العصور التي نعيش فيها منذ أن غابت شمس الحضارة الإسلامية عن العالم وإلى يومنا هذا، المسلمون تراهم في تراجع بالمجموع وليس كأفراد في المستويات العلمية والكشوفات وما يتعلق بها، ذاك أن هذا الكتاب ما عاد هو المحرك لهم في زمانهم. صحيح العوامل تتعدد، ولكن واحدة من أعظم هذه العوامل أن القرآن الذي كان يحركهم لأجل الكشف والبحث والتنقيب والسير في الأرض والكشف عن سننها وقوانينها التي تحكم كل شيء فيها، تحكم حركة الأرض والشمس والقمر والنجوم والأفلاك والطبيعة كل ما فيها، ما عادت كما كانت عليه. إذن هذه القضية
قضية التفسير العلمي للقرآن إن صح أن نقول أنها قضية حقيقية وواقعة في حياتنا اليوم، لابد أن تكون دافعا حقيقيا للمسلمين للعودة والتمسك بهذا الكتاب العظيم، لأجل أن يكون هو الدافع لهم لمزيد من البحث، لمزيد من الاختبار والتنقيب والسير في الأرض والكشف عن سننها وقوانينها، الحث الواضح على استعمال كل الأدوات التجريبية الممكنة والوسائل الممكنة لأجل الوصول إلى هذه الحقيقة، ليس لأجل أن يقولوا في النهاية أن القرآن قد تحدث عن هذه الحقيقة أو تلك قبل مئات السنين أبدا، ولكن لأجل أن تعود الحياة الإنسانية إلى ما هي عليه من القوة المادية والمعنوية والتقدم والحضارة والعمران الذي لأجله ربي سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب العظيم. فالله سبحانه وحين عين هذا الإنسان ليكون خليفة على الأرض إنما عينه لأجل أن يقوم بمهمة الإعمار على وجهها الأتم الأكمل بما مكنه الله فيه من قدرات فردية وجماعية وكذلك مادية مبثوثة في الأرض. فالمسلمون تقع على عاتقهم حين يقرأوا هذه الآيات العظيمة في خلق السماء والأرض مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية لا يعفيهم منها أنهم قد تركوها أو هجروها أو تخلوا عنها، وإنما على العكس من ذلك تماما تجعل عليهم مسؤولية محاولة النهوض من جديد والسير بهذا التقدم وبهذا العلم في ركب التقدم والعلم والاهتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى لأجل المواصلة في خلق عملية علمية حضارية جديدة ينبغي أن يكون للمسلمين فيها نصيب كبير جدا بحكم إيمانهم بهذا الكتاب العظيم. وذكرنا فيما ذكرنا أن القرآن العظيم حين يتكلم عن هذه الظواهر الطبيعية، حتى إننا لو وقفنا عند مصطلح الأرض على سبيل المثال لوجدنا أنه ذكر في كتاب الله فيما يزيد على 400 موضع، السماء ذكرت فيما يزيد على 3000 موضع، الشمس، القمر، النجوم، هذه ما جاءت هكذا، وإنما كما ذكرنا لها مقاصد وغايات، واحدة من مقاصدها ما أشرنا إليه. إذن في ذات الوقت هذه الآيات حين تذكر في ذلك السياق تذكر من باب تنبيه المسلمين على الدور الذي ينبغي أن يقوموا به، وفي نفس الوقت تحث هذه الآيات العظيمة في مواضعها المختلفة على التدبر في الكون، على إيقاظ تلك الفطرة التي قد يغفل الإنسان عنها أحيانا بحكم أن سورة الأنبياء كما ذكرنا من البداية سورة جاءت تعالج الغفلة، والغفلة هي مرض، مرض يصيب الأفراد والمجتمعات والدول عبر الأزمنة المختلفة لا حدود زمانية أو مكانية له، ولذلك السورة تعالجه، وواحدة من أساليب معالجة تلك الغفلة أن يتنبه الناس إلى هذه الآيات التي تجدد بواعث الإيمان في القلب والنفس. فأنت حين تكون لك ساعة من الزمن في اليوم في الليلة تتأمل وتتدبر فيها فيما خلق الله سبحانه وتعالى، تبدأ نفسك تهدأ، تسكن، تدرك تماما أنك أنت ما أنت إلا ذرة في هذا الملكوت العظيم. هذا الإحساس والشعور يجعلك تسبح وتخضع وتنقاد لله سبحانه ولأمره في واقعك وحياتك حين تستشعر جوانب من عظمة هذا الكون.
الآيات التي توقفنا عندها في ذلك الدرس ختمت بحقيقة يحاول الإنسان عبثا أن يتجاهل وجودها أو يؤجل التفكير فيها. قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أنت غفلت عن الموت أم لم تغفل عنه وقد أمرنا بالإكثار من ذكره في غير سلبية تعيشها أو تشاؤمية أو سوداوية، وإنما لأجل أن تكون دافعا لك للعمل وتقديم العمل الصالح ومحاولة الإمساك بكل الفرص التي بين يديك لأجل أن تعمر هذه الأرض وتقدم مهمتك التي أوكلت إليك على أتم وجه. هذه الحقيقة سواء غفلت أو ما غفلنا عنها هي موجودة، لا يلغيها الغفلة، لا تلغيها الغفلة ولا يلغيها الجهل ولا يلغيها الوهم ولا كذلك يلغيها ولا ينفيها الخوف منها أو محاولة الفرار منها. كل نفس ذائقة الموت، الموت الذي تفرون منه كما ذكر في آيات أخرى، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنت تفر من أي شيء؟ طالما أن هذه هي الحقيقة إذن عليك أن تدرك وإلينا ترجعون أن مرجعك إلى الله سبحانه. فإذا كان المرجع إليه أفلا تنظر في المنهج الذي أنزله إليك؟ أفلا تعي ذاك المنهج المتمثل في رسالة الأنبياء عبر التاريخ؟ كل الأنبياء جاءوا بمناهج، مناهج تعيد الأمور إلى نصابها في حياة الأفراد والمجتمعات، تجعل الإنسان يسير على هدى في حياته، يدرك تماما أن الله الذي خلقه ما تركه هكذا هملا، لا منهج ولا رسول ولا كتاب ولا رسالة ولا بيان لما هو مطلوب منك، هذا لا يمكن أن يكون. ولذلك جاءت الآيات العظيمة بعد ذلك لتبين الهوة السحيقة، الهوة العظيمة بين ما يقوم به هؤلاء الكفار في التعامل مع المنهج الذي نزل عليهم. القرآن حين نزل على نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم نزل منهجا في الحياة، فكيف يتعامل هؤلاء مع ذاك المنهج؟ تدبروا في الربط. كل نفس ذائقة الموت، وختمها بقوله وإلينا ترجعون، ثم قال وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، ليبين حماقة هؤلاء، ليبين شدة ذلك الموقف، يستنكر عليهم في سياق التوبيخ. كيف يقف هؤلاء من هذا الكتاب وذلك المنهج هذا الموقف العجيب وهم يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة يسيرون إلى الله سبحانه وتعالى الذي أنزل إليهم المنهج؟ أنتم سائرون إليه، أنتم راجعون إليه، كيف سيكون جوابكم عن المنهج الذي أنزله سبحانه إليكم؟ قال وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، هذا موقفهم الذي سيقابلون به الخالق الذي إليه سيرجعون. تدبروا كيف يأتي القرآن ويسوق الناس إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى بأساليب متنوعة، واحدة منها أن يجعل الإنسان يقف ذلك الموقف موقف الاستغراب. أنت ترجع إليه، كيف تصنع بالمنهج الذي أنزله إليك؟ تستهزئ؟ تسخر من؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ قال وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يعز عليهم أن هذا القرآن العظيم قد نزل فيه من الآيات ما يعيب عليهم وعلى عقولهم أن تعبد وتتبع حجارة مصنوعة من تراب الأرض.
فالمسألة صعبت عليهم. يذكر آلهتكم، كيف له أن يذكر آلهتكم؟ هذه الآلهة التي ما كان لإنسان لديه من قوى العقل والفطنة والحكمة أن يتوجه إليها بعبادة أو دعاء أو خضوع، على الرغم من أنهم بذكر الرحمن هم كافرون. تناقض عجيب، تناقض عجيب في حياة هؤلاء، يهزهم القرآن في هذه الآية هزا إليه لعلهم يستيقظون مما هم فيه. يعز عليكم أن تذكر آلهتكم، أن تذكر آلهتكم بالسوء، وأنتم بذكر الرحمن كافرون. كيف؟ كيف تقبلون هذا التناقض في حياتكم؟ كيف تسوغون وتبررون لأنفسكم هذا التناقض؟ ثم جاءت الآية العظيمة لتقرر حقيقة إنسانية، حقيقة تتعلق بالطبيعة الإنسانية الغالبة على كثير من البشر، الطبيعة الإنسانية التي تجعل الإنسان في كثير من الأحوال لا ينظر إلا ما هو أمامه، يبقى نظره قاصرا محدودا بسيطا، لا ينظر إلى المآلات، لا ينظر إلى الأشياء التي ربما لا يراها الآن، وإنما يركز نظره وحياته فيما يراه ويشهده. من الذي يعدل هذا؟ هذه ممكن أن تكون طبيعة غالبة على البشر. من الذي يزكي النفس؟ الإيمان. ولذلك واحدة من أعظم مقاصد القرآن التزكية. قال خلق الإنسان من عجل، هذه حقيقة. ومعنى العجل أن الإنسان يتسرع، بمعنى أنه يسأل ويطلب الأشياء قبل أوانها، من عجل يتعجل يتسرع، هذه طبيعة إنسانية لا يمكن أن تهذب إلا من خلال آيات الكتاب العظيم واتباع ذلك المنهج الذي أنزله الله سبحانه لعباده. قال خلق الإنسان من عجل، ونتيجة لغياب عملية التزكية والتهذيب في نفوس الكفار ما كانوا يرون آيات الله عز وجل. قال سأريكم آياتي فلا تستعجلون. آيات الله سبحانه وتعالى أشكال وصور وأنواع متنوعة، منها ما تراه ليل نهار مما ذكره في الآيات السابقة، من الشمس، من القمر، من الليل، من النهار، من الأرض، من السماء، كلنا نراها، هذه آيات. والقوم كذبوا بها وكفروا بها وغفلوا عنها. وهناك آيات أخرى، آيات تتعلق بالعقوبة والعذاب، أن الإنسان الذي يمشي بعيدا عن منهج الله سبحانه وتعالى في الأرض يفسد في الأرض، يظلم، يبطش، يطغى، يتجاوز كل الحدود، هذا لا يمكن أن يترك هكذا. كذلك ربي سبحانه وتعالى سيريه آياته. آيات من أي نوع؟ ممكن تكون آيات بالعقوبة، ممكن تكون آيات بالعقوبة في النفس، في الفرد، في المجتمع، في الطبيعة، في كل شيء. قال سأريكم آياتي فلا تستعجلون، خاصة وأن القوم كفار قريش في ذلك الوقت كانوا يتعجلون ويطلبون من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أن يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت تذكر لنا قصص الأنبياء مع أقوامهم، وهؤلاء أهلكوا بالريح الصرصر العاتية، وأولئك أهلكوا بالطوفان، وهؤلاء أهلكوا ب... لما لا تنزل علينا العذاب؟ وقد ذكرت آيات أخرى في سور أخرى هذا استعجال القوم بالعذاب وإنزال العذاب إليهم. هذا لأجل أي شيء؟ لأجل قصور فهمهم وجهلهم
والطبيعة التي ما استطاعوا أن يهذبوها حتى تفهم أن كل شيء عنده بمقدار. الله سبحانه وتعالى في خلقه لكل شيء، للكون، للأفراد، إنزال الآيات، تعجيل العقوبة، تأخير العقوبة، السنن التي تحكم حركة الإنسان في المجتمعات وفي العالم، لا يحكمها أبدا قانون التعجل والتسرع، حاشا لله سبحانه وتعالى. هذا قانون الإنسان يسير به حين يتخبط بعيدا عن منهج الله. وكلنا يعلم آفات العجلة، حتى صار مثلا بين الناس في العجلة الندامة، إنسان حين يتعجل شيئا قبل أوانه، قبل وقت المناسب له، لا يمكن أن يحصد خيرا. واحدة من أشكال العجلة على سبيل المثال، وهي من أمراض العصر، التعجل في الحكم على الأشياء، التعجل في الحكم على الأشخاص. في بعض الناس بينك وبينه مودة لمدة سنوات طويلة، عشرة عمر كما يقال، ثم يأتيك أحد من الناس بخبر عن، فإذا بك تتغير كل تلك الأفكار وتنسى كل هذه الأيام والليالي، وسرعان ما تصدق ما جاءك به الخبر أو النبأ، وتتعجل في إصدار الحكم عليه دون أن تتبين أو تتأكد. وهذه قضايا اجتماعية وأسرية، القرآن عالجها في سور كثيرة، ومنها سورة الحجرات التي سبق وأن تدبرنا فيها. إذن قضية العجلة هنا ليست في صالحهم. لو أن الله سبحانه وتعالى عجل لهم العقوبة، هل كان هذا سيكون في صالحهم؟ إطلاقا. نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بقي في مكة سنوات طويلة يدعوهم عاما بعد عام، لماذا لم يدعوهم لمدة عام واحد ثم بعد ذلك تنزل عليهم العقوبة؟ أمر الله سبحانه وتعالى، حكمة الله عز وجل وتقديره في كل شيء، تلك الحكمة التي أراد أن يلفت الأنظار إليها. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ من جهلهم، من عجلتهم، من غلبة تلك الطبيعة السيئة عليهم، جعلتهم يتعجلون وقوع العذاب ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متوهمين أنك لو كنت صادقا فيما تقول من وقوع يوم البعث ووقوع العقوبة على الظالم، عجلت به إن كنت من الصادقين، لما تؤخره؟ قصور نظر، محدودية في التفكير. لو أن عقولهم كانت تعمل بالطريقة التي أراد القرآن أن يعمل لهؤلاء عقولهم فيها، أن يعمل عقولهم فيها، اختلفت الموازين، كانت الموازين تماما تغيرت، وأدركوا أن هذه المهلة التي يمهلهم الله بها إنما هي لأجل أن يعودوا ويرجعوا إلى أنفسهم. الله سبحانه وتعالى حليم، يعامل عباده بالحلم والحكمة والرحمة والعدل. ولذلك من الجهل، جهل العميق الواضح البين، أن يتوهم الظالم حين يظلم ويتمادى في ظلمه وطغيانه أن هذا الإمداد والإمهال له إنما هو من قبيل عدم وقوع عذاب عليه، ليس هناك من يحاسبه، ليس هناك من يجازيه بظلمه. خطأ، خطأ واضح جدا. عملية الوقت جزء من تربية الله سبحانه وتعالى لعبيده، وهي سائرة فينا في كل شيء. وأنت لو تأملت في حياتك الفردية على كل المستويات، لوجدت أن هناك عشرات الأشياء في حياتك تأخر حدوثها، تأخر وقوعها، العديد منها كان لخير، العديد منها لحكمة، كلها لحكمة، أحيانا تدركها أحيانا لا تدركها، ولكن لا تتعجل.
قال لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. نقلهم نقلة مباشرة إلى أي شيء؟ إلى مسرح الأحداث يوم القيامة. لو يعلم الذين كفروا. هم الآن يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ لو يعلم حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. ذلك اليوم العصيب، اليوم الشديد الذي لا يستطيعون أن يصدوا حتى يكفوا كف، الكف يمنع عن وجهه النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. سلبوا الإرادة، سلبوا القدرة على أن يكفوا عن أنفسهم النار. لماذا القرآن العظيم جاء بها في هذا الموضع؟ عادة القرآن أنه يربط ربطا واضحا وسريعا مباشرا بين أحداث الحياة الواقع وبين يوم القيامة. لأجل أي شيء؟ لأجل أن يربطنا بهذا اليوم العظيم، لأجل أن يهز ويوقظ الإنسان من غفلته. الدنيا قصيرة محدودة، أنت تراها كأنها طويلة، أشتى 60، أشتى 70، أشتى أكثر، أشتى أقل، محدودة، لا تعتبر شيئا يذكر أمام يوم القيامة. ما هي إلا لمحة، خطفة. وإذا بالقرآن العظيم يجعل هؤلاء القوم في قلب الحدث يوم القيامة، لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. قال بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. الكلمات والمفردات التي جاءت في سورة الأنبياء كلها مفردات إيقاظ، مفردات شديدة، مفردات البعض منها لم يستعمل في كتاب الله عز وجل في سورة أخرى. قال بل تأتيهم بغتة، وتدبروا معي، البغتة تختلف عن الفجأة. كل كلمة في كتاب الله عز وجل لها مقصد، لها معنى، والمعنى يرتبط بالفهم ويرتبط بمقصد السورة والآية. سورة الأنبياء من أعظم مقاصدها أنها جاءت توقظ الناس من غفلتهم، تعالج مرض الغفلة. فجاءت الآية قال بل تأتيهم بغتة، البغتة الشيء الذي يقع وله مقدمات سبق وقوعها وحدوثها، ولكن الفجأة الشيء الذي يحدث بدون مقدمات ولا علامات ولا شروط ولا أي شيء ولا أمارات. إذن هي تأتيهم بغتة، جاءت مقدماتها، جاء أشراطها كما ذكر في آية أخرى في سورة أخرى. إذن إذا جاء أشراطها وكان لها مقدمات وعلامات، لماذا لم يستعدوا لها؟ لماذا لم يحتاطوا لها؟ لماذا لم يجهزوا أنفسهم لهذا اللقاء؟ وقد قال الله عز وجل وإلينا ترجعون. الغفلة. ومن الواضح جدا في الواقع الإنساني الذي نعيش فيه اليوم، واقعنا الذي نعيش فيه، الناس يعلمون بأن يوم القيامة قريب. ولذلك سورة الأنبياء بدأت أول آية فيها اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إذن إذا كان الله عز وجل يقول لي اقترب، لماذا يقول بل تأتيهم بغتة؟ هم يعلمون أنها قريبة وقد رأوا علاماتها ورأوا أشراط هذه الساعة، ولكن الغفلة غلبت عليهم، غلبت عليهم الغفلة، ألفوا حتى العلامات الصغرى والكبرى. كثير من علامات الساعة قد ظهر وبان، ولكن الناس عنه في غفلة، ما قربت الكثير من هذه العلامات. هل زادت الناس قربا إلى الله عز وجل؟ هل جعلت الناس على سبيل المثال يزيدون لأنفسهم من الأعمال الصالحة ويقبلون على الله؟ محدود. إذن
عبر القرآن فقال بل تأتيهم بغتة. اختيار اللفظة مقصود، لها مقدمات يعلمون أنها قد اقتربت، وهو قد قال لهم في أول السورة اقترب للناس حسابهم، ورغم ذلك لم يعدوا لها العدة. ولذلك جاءت الآية بكلمة أخرى تأكيدا وتوبيخا واستنكارا على هؤلاء، قال بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. والإنسان حين يبهت ليس فقط أنه يفاجئ، وإنما يفاجأ بشيء لا يستطيع رده، هو كان يعلم وقوعه ويتوقع وقوعه، ولكن آخر يتصور أنه لن يأتي الآن. وهذا فعلا بالضبط وصف دقيق لحال الكثير من الناس في التعامل مع يوم القيامة. أنت تجد أننا حتى نحن كأفراد في بعض الأحيان حين نشتغل بالدنيا كثيرا، نشتغل بتفاصيلها ونبتعد عن التفكير في الآخرة، فتمر 24 ساعة في اليوم وربما أكثر، يمر اليومان والثلاثة والأربعة وما خطر على بالي أن أفكر في الآخرة، حتى حين أدعو بالأدعية المأثورة، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لا يخطر على بالي فعلا بإيقاع شديد أنه يوم القيامة ممكن أن يكون أي يوم، أن الآخرة ممكن أن تكون أي يوم، وأنها تقع في أي وقت. هذا الشعور خطير جدا، هذا المرض خطير جدا، هو السر وراء إغفال الكثير من الناس عن التقديم للآخرة. تدبروا في الربط في الآيات، الآيات قبلها قالت كل نفس ذائقة الموت. طيب أنا إذا أعرف أنا كفرد اليوم، وكلنا يعرف، حتى الكفار يعرفون، لا يمكن لأحد أن لا يعرف أنه سيموت يوما ما، طيب إذا هو يعرف أنه سيموت يوما ما، لماذا لا يعد للموت عدته؟ لماذا يغفل عن هذه الحقيقة؟ الغفلة. تدبروا معي في الربط، قال بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها، ولا هم ينظرون ولا يمهلون ولا يعطون فرصة أخرى. لماذا حصل كل هذا؟ الغفلة. سورة الأنبياء في هذه المواضع تبين لي آفات ومخاطر الغفلة التي أحياها وأعيش في حياتي. إحنا في كثير من الأحيان نغفل. أين ستذهب بنا هذه الغفلة؟ أين ستصل بنا تلك الغفلة؟ هذا الانشغال الشديد العميق بتفاصيل الحياة اليومية التي نعيشها والتي لا تخرج أبدا عن مأكل وملبس ومشرب، متطلبات الحياة التي نعيشها، سواء كانت لنا نحن بشكل مباشر أو لأسرنا، أبنائنا، أولادنا، أهلنا، في النهاية المحصلة واحدة. هذا الانشغال العميق بتفاصيل وجزئيات الحياة اليومية وأمور المعاش، انشغال أخذ علينا قلوبنا وسلب منا عقولنا، بل سلبنا حتى الخشوع في الصلاة حين نقف بين يدي الله عز وجل، خطير جدا. قال بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، فلمن يقع البهت وهو الشيء غير ولذلك القرآن ذكر في مواضع أخرى، قال لمن يأتي، بمعنى لمن يأتي الأجل، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. لماذا؟ هو ألا يعلم هذا الإنسان بأن هناك لقاء لله سبحانه وتعالى؟ طول الأمل، التسويف. نحن لله الحمد نؤمن بالآخرة ونؤمن بيوم البعث ونؤمن بالموت ونؤمن بالحساب ونؤمن بالجزاء، أين الإشكالية؟ تسويف، طول الأمل، توهم أو تصور أن يوم القيامة أو الموت لازلنا في فسحة من الأمر،
لازلنا في ساعة. كل يوم أنا أصحو، كل يوم أنا أستيقظ، إذن ما في إشكال غدا أيضا سأستيقظ طالما أنه في غد. فلماذا أبذل كل جهدي اليوم وكأنه ليس هناك غد؟ خطأ. المطلوب مني أن أبذل كل جهدي في 24 ساعة التي أنا فيها الآن، بل في الساعة التي أنا فيها، حتى كأنه لا ساعة بعدها ولا 24 ساعة عندي، ولا يوم آخر عندي، ولا صباح يأتي ولا مساء يأتي، حتى أقطع على نفسي الأمارة بالسوء الطريق، حتى أجتهد، حتى أخذها بالعمل الصالح والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وإدراك أن الأمر ليس فيه مهلة أبدا وليس فيه تأجيل. فلماذا يكون هناك طول أمل وتسويف؟ قال: ولقد استهزئ برسل من قبلك. انظر في الرسل الذين كانوا من قبل، الرسالات، وتدبروا معي في الربط. القرآن العظيم حتى في التعامل والخطاب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع الأنبياء يخاطبهم بأهمية النظر في من سبق، تقليب التاريخ، النظر في مصائر الأمم والشعوب. قال: ولقد استهزئ برسل من قبلك. يسخرون منك، يستهزئون بك بالقول بالفعل، للسخرية والاستهزاء بالقول وبالفعل وبالحركات، والقرآن ذكرها بكلماتها ومفرداتها المختلفة. ماذا سيحدث؟ استهزئ برسل من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. تدبروا معي، طوقهم وطوقتهم تلك السخرية ومعاني الاستهزاء المختلفة من كل جانب. بمعنى آخر، أن سخريتهم واستهزاءهم انقلب عليهم وحاق بهم من كل جانب وطوقهم يوم القيامة. معاني عظيمة جدا، معاني عظيمة توقظ الإنسان وفي ذات الوقت تسلي قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل المصلحين عبر الأزمنة، لأنهم بالفعل ما تركوا شيئا إلا وسخروا منه. سخروا من حياته عليه الصلاة والسلام، سخروا من قلة ماله، سخروا كذلك. قالوا، والقرآن رد عليهم، قال: إن شانئك هو الأبتر. قالوا: ليس لك ولد فلن يكون لك ذكر. فرد القرآن العظيم عليهم وعلى سخريتهم. قاموا بكل الأفعال التي أرادوا من خلالها أن يقللوا من شأنه عليه الصلاة والسلام. ولكن العبرة بالخواتيم، العبرة ليست بما كانوا يفعلون. ماذا كانت النتيجة؟ قال: فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نوح عليه السلام حين صنع الفلك كان قومه كلما مروا به سخروا منه. ماذا كانت النتيجة؟ حاقت بهم سخريتهم، طوقتهم سخريتهم. ولذلك القرآن بعد هذه الآية العظيمة أعاد السياق مرة أخرى إلى صلب الموضوع، إلى الحياة، إلى الواقع، إلى المظاهر الحياتية التي تمر بها كل الناس، التي تمر بها كل الأقوام، التي يمر بها كل الأفراد والأشخاص. قل: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. الآية هنا استنكار وتوبيخ، وفي نفس الوقت خطاب حاني على هؤلاء العباد الشاردين، خطاب حاني لهم. لماذا؟ لأن الآية تتكلم عن العناية الإلهية. من يكلأكم بالليل والنهار؟ وكلمة كلأ ليست فقط حافظة، لا، فيها معاني الحفظ، فيها معاني العناية، فيها معاني الرعاية، فيها كل هذه المعاني العظيمة. فلذلك القرآن يستنكر عليهم: قل من يكلأكم بالليل والنهار. أنت في نهارك ويومك، أنا وأنت، من يحفظنا؟ أنت حين تنام
أتجعل على سبيل المثال حارسا يحرس أجهزتك المختلفة؟ وإن أنت حرست وجعلت لك حارسا يحرس الأجهزة يحرسك أنت، من يكون حارسا لأجهزتك الداخلية؟ من يقف حارسا لقلبك حتى لا يتوقف عن النبض ولا حتى ثانية؟ من يحرس الرئة؟ من يحرس أنفاس الحياة؟ من يحرس كل هذه الأجهزة؟ من يحرس عقلك؟ من يحرس هذا الدماغ بكل ما فيه؟ من يحرس؟ تدبروا كيف القرآن يستجيش هنا مشاعر العاطفة. الآيات التي كانت قبل الخطاب فيها شديد قوي، جاء فيه تهديد ووعيد وحديث عن الآخرة ويوم القيامة، والخطاب هنا في هذه الآية جاء بالحديث عن العناية والرعاية. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، وتدبروا في اختيار الاسم الرحمن، ما جاء بأي اسم من أسمائه الحسنى جل شأنه إلا الرحمن. لماذا؟ لأن الحديث عن العناية والرعاية والحفظ إنما هو من قبيل رحمته سبحانه وتعالى. رب يرحمك حتى وأنت تكابر وتبتعد عنه وتغفل عن ذكره وتعرض عن ذكره وتكذب بآياته كما هو في حال هؤلاء المشركين، ورغم كل هذا يحفظك ويرعاك ويصونك بكل أشكال العناية التي يتكلم عنه القرآن. تدبروا معي كيف القرآن يحرك ما قد سكن فيهم من نداءات الفطرة والوجدان المختلفة، يتحبب لعباده وهم عن ذكره معرضون. قال قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون، ويذكرهم بأن الله رب يربيهم. هم ليسوا عن ذكر الله فقط غافلون، لا، هم عن ذكر ربهم معرضون، صد، تجنب لذكر الله سبحانه وتعالى، إعراض، صدود، عدم رغبة. هناك فارق بين الغفلة وبين الإعراض. ليس من أولويات هذا الإنسان. ما الذي جعل القوم يا ترى يعرضون عن ذكر الرحمن وهو يكلأهم ويحرسهم ويحفظهم بالليل والنهار؟ قال أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. آيات سورة الأنبياء جاءت في سياق الاستفهام الإنكاري، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ هل ستقف هذه الآلهة التي تعبدون من حجارة ولا كواكب ولا ما تكون بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، وهي آلهة أنتم ترون أنها عاجزة لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون؟ ما لها شيء؟ لا تملك شيء؟ آيات عظيمة تقرع أجراس القلوب والعقول والأفهام، والإنسان حين يتدبر في حياته ماذا يجعلك تعرض عن الله سبحانه وتعالى وعن ذكره؟ الدنيا، مشاغلها، أشخاص، حتى لو كان هؤلاء أشخاص وأن الإنسان لا يعبده ولكن شغل بهم عن ذكر الله سبحانه، حتى أنسوه نفسه وذكر الله سبحانه وتعالى، عليك أن تطرح هذا السؤال. قال لا يستطيعون نصر أنفسهم، عجزة. إذن أنت تلجأ لمن؟ وتدبروا في اختيار اللفظ في الآية نصر، لأن الآية التي قبلها جاءت تتحدث عن من يكلأكم، حفظ وعناية ونصرة. من إذا لم ينصرك الله سبحانه وتعالى؟ من ينصرك من دوني؟ إذا لم يحفظك الله من يحفظك؟ إذا لم يعطيك من ذا الذي يعطيك؟ آيات عظيمة.
إذن أين الإشكالية؟ القرآن يحلل في سورة الأنبياء ويعطينا مواطن الداء والأمراض، أمراض الإنسانية التي تطرأ على الفطرة البشرية فتغيرها وتقلبها وتقلب الموازين في حياة الإنسان، حياة الفرد والمجتمع. وإذا انقلبت الموازين وضاعت المناهج وتخبط الإنسان في حياته، ماذا بقي له بعد ذلك؟ قال بل متعنا هؤلاء وآباءهم. إشكالية تحليل أن الله سبحانه وتعالى قد متعهم بطيبات الحياة الدنيا، فتح عليهم رزق، أموال، أولاد، جاه، صحة، قوة في بدن، متع الحياة المختلفة، وكذلك آباءهم. والإنسان ربي سبحانه وتعالى كما جاءت الآية يبلوه بالخير والشر، فالابتلاء بالنعم والابتلاء بمتع الحياة المختلفة من قوة وصحة ومال وأولاد وما شابه، هذه إشكالية خطيرة إذا لم يحسن الإنسان التعامل معها. هذه المتع، متع الحياة الدنيا التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى، جعلتهم يقعون في طول الأمل. قال طال عليهم العمر. كيف يطول عليهم العمر؟ المدة، الزمن، صوروا كأن أعمارهم لن تنتهي، وكأن هذا العمر وهو فترة قصيرة محدودة لن ينتهي أبدا ولن يكون هناك نهاية. ولذلك هم قالوا في آيات أخرى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. طالت عليهم، ولذلك الإنسان يحتاج تماما أن يستحضر في كل يوم قبل أن يضع رأسه في على منامه، على وسادته، أن يستذكر أنه في كل يوم ينام عمره ينقص، أيامه تقل في نقصان. قانون النقصان والتقلص هذا والانكماش قانون موجود في الناس، في الإنسان، في الحياة الإنسانية، في الحياة على هذه الأرض، في كل شيء. ولذلك تدبروا في الربط. قال بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. صار كأنه العمر طويل وليس بطويل، هو محدود، ولكن ما الذي جعلهم يشعرونه طويلا؟ إلفة المتع الحياة واستشعارهم بأنه انتهى الموضوع، العمر لا زال في متسع. تدبروا في الربط في نفس الآية، قال أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. لفت الانتباه واستعمال لفظة وفعل يرون، وقلنا نحن في المرة السابقة أن القرآن حين يأتي بكلمة يرى ويرون لا يعني فقط الإدراك بحاسة البصر، وإنما الإدراك بشكل عام. والإنسان قد يدرك شيئا لا يراه من خلال ما يراه، وهذا أسلوب من أساليب القرآن العظيمة. القرآن هنا في هذه الآية العظيمة أوضح أمرين، أوضح حقيقتين يغفل الإنسان عنها، لأن هو في حالة غفلة وهو يعالج الغفلة. أن الإنسان يعتقد أنه باق، وأن متع الحياة اليومية التي تجدد له بأمر الله ورحمته قد يستشعر الإنسان أنها طول عمر وأن العمر سيطول ويمتد به. خطأ. فلفت انتباهه إلى أن الأرض التي أنت تعيش عليها قانونها يحكمه التناقص والانكماش. قال أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الأرض التي تعيش أنت عليها يحكمها عوامل، واحدة من تلك العوامل عوامل التناقص والانكماش.
وهنا مرة أخرى يأتي التفسير العلمي. البعض من العلماء يقول بأن القرآن هنا يشير إلى عوامل التعرية التي تحدث في الأرض، البعض يقول إلى أن هناك مساحات المياه ستندفن تحت الأرض، تدفن تحت الأرض فيصبح هناك تناقص في كتلة الأرض وفي حجم الأرض. ممكن كل هذا وارد، ولكن ليس هذا المطلوب من الآية. المطلوب من الآية، الآية تنبه على قانون من القوانين يجري في الكون، في الحياة، وفي الإنسان، أننا إلى تناقص، أننا لسنا في زيادة وإنما في تناقص. بمعنى آخر، أنت حين تستيقظ في الصباح يوما بعد يوم، أنت لا يزاد لك هنا، في واقع الأمر أيامك تتناقص، أوراق العمر عندك تتناقص وتتساقط، وليس كما ظن هؤلاء وتوهم طال عليهم العمر. لم يطل العمر، العمر يقصر هنا ويتناقص ويقل، وأيامه تقل، وكلما مضى منك يوم انتهى منك شيء، راح منك جزء. هاي الحقيقة، هذه الحقيقة، أننا نحن كبشر نتناقص كما أن الأرض تتناقص وتنكمش. كيفية التناقص، كيفية الانكماش، هذا ليس هو مدار البحث والكلام هنا. مدار التدبر هنا أن كل شيء يتناقص، كل شيء محكوم بآلية التناقص، بقانون التناقص. حتى نحن، حتى بالنسبة لصحتنا نحن في تناقص، حتى كتلة الإنسان والطول أيضا في تناقص، بسيط ولكن في تناقص. في بمعنى آخر، هناك عملية هدم. إنسان عندما يصل مرحلة معينة، تعود خلايا الجسم، صحيح فيها بناء وتجدد، ولكن في هدم. هذا ما يشير إليه القرآن. قال أفهم الغالبون، أنتم ستغلبون هذا القانون، هذا قانون يحكم الكون والنفس والبشر، ستغلبون هذا القانون. هل تستطيع أن تتغلب على هذا القانون؟ هل تستطيع أن تتغلب على شيخوختك؟ ربما بما صح الآن من وسائل موجودة وأشياء تجميلية، الإنسان قد يفعل شيئا هنا وشيئا هناك، ويداري شيبة هنا ويداري تجاعيد هناك، ولكن هذا لن يغير شيئا من الواقع. أفهم الغالبون، أنت لن تغلب تقدمك في العمر، لن تغلب حياتك التي تتناقص، لن تغلب أيامك التي تتسارع، لن تغلب تلك الرحلة التي تمضي بك يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة، لن تغلبها أبدا. إياك أن تتوهم أنك ستغلب. لا تصارع الزمن لمعركة خاسرة، لا تصارع الزمن، الزمن جند من جنود الله. عمرك، أيامك، حياتك، ربي سبحانه وتعالى منحك إياها لأجل أن تعمل، لا تذهب بعيدا. معركة خاسرة، أنت تضيع وقتك حين تصارع الزمن وتحاول أن تبرهن وتثبت لنفسك أنك لازلت في قوتك. شيء جميل أن الإنسان يبقى على إيجابيته، وأنه دائما يقول لنفسه بأنه الحمد لله بخير ونعمة وصحة وكل شيء، ولكن لابد أن تبقى تلك الحقيقة واضحة. ما هي الحقيقة؟ حقيقة أننا في تناقص. طالما أنا في تناقص، هل أجلس هكذا أضع يدي على خدي وأتباكى وأبكي وأنتظر ما هو وقع؟ لا، القرآن لا يعلم السلبية، يعلمك أنما طالما أن هذه الأيام تتناقص وأن الرصيد بدأ في التناقص، عليك أن تفعل كل ما يمكنك الله منه وفيه لأجل أن تحافظ على ما تبقى. حافظ على ما تبقى، العمر مضى منا كم؟
ما مضى، حافظ على ما بقي عندك، حافظ على وقتك، حافظ على جهدك، حافظ على عملك، حافظ على يومك، حافظ على مالك، حافظ على كل شيء، حافظ على نفسك، فلا تهدرها فيما لا طائل منه. بعض الأشخاص يهدر نفسه، يضيع نفسه، يضيع عمره الذي هو أغلى ما يمتلك، أغلى شيء، يضيع الساعة والساعتين والثلاث والأربع بل والأيام بل والشهور، يقتل الوقت قتلا. في واقع الأمر أنت لا تقتل الوقت، أنت تقتل نفسك، لأنك أنت أيام، أنت أوقات، أنت أزمنة. فلما تقتل العمل والجهد ماذا بقي لك؟ القرآن العظيم في هذه الآية جاء بهذا العلاج لعلاج مرض الغفلة الذي هو مقصد وأعظم مقصد من مقاصد سورة الأنبياء. نلقاكم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.